السلام عليكم. بنصور لكم تاني النهارده من على الكورنيش الجميل في مدينه اسطنبول. اسطنبول مدينه طبعا بتطل على البحر، لكن ما هياش الواجهه البحريه الاساسيه في تركيا. يعني هي مدينه فيها طبعا الحاجات التاريخيه اكبر، القلاع، المتاحف، المساجد التاريخيه. خلينا بس نعدي الراجل ده وبعدين نبقى نتكلم معاكم. الراجل ده زي ما انتم شايفين طبعا مشغل موسيقى وبيغني في الشارع. الجميل بقى ازاي هتكون صورة الاضاءة احسن، لو صورت بالاتجاه ده ولا صورت بالاتجاه تاني. لا خلينا بتصور بالاتجاه ده كده تبقى الشمس احسن. الجميل بقى الراجل ده كان بيغني دلوقتي وبعدين الاذان اذان العصر، فوقف الموسيقى لغاية الاذان وبعد كده كمل. طبعا احنا عارفين تركيا بلد هي فيها صراع كبير ما بين العلمانيين والاسلاميين، وده حتى واضح ان وانت ماشي في البلد انت ما تعرفش هل انت في بلد اسلاميه محافظه يعني طبعا هو احنا دايما يعني فكرتنا وجهتنا عن التوجه السياسي بتاع البلد هو من لبس الستات، فاحنا بالنسبه لنا اللي هو يعني الدوله اللي تبقى فيها سمه اسلاميه دوت بناخده من وجهة ان الستات لابسه لبس محتشم، لابسه لبس مغطيها، لابسه لبس ايه بيغلب عليه الطابع الاسلامي. العلمانيه عندنا وصفها بالنسبه للمصريين، العلمانيه يعني امك تقلع الحجاب يا بردعي، فانت ما تبقاش فاهم وانت ماشي في البلد هنا البلد دي اسلاميه ولا بلد علمانيه. وانت ماشي تبص تلاقي المحجبات واللابسين لبس محتشم جدا ومدير الجسم وكل حاجه، وفي نفس الوقت تبص تلاقي اللي جنبهم على طول ماشيين الايه اللي لابسين لبس اشبه باللبس الاوروبي المكشوف وهكذا، او اللبس الغربي المكشوف يعني. شايفين منظر الجامع ومع العالم ورا، بصراحه البلد شكلها حلو. طب بنتكلم على اسطنبول، بنتكلم على شويه نصايح لزياره تركيا. اولا لازم طبعا تبدا من مكانك انت، من البلد هتشوف انت محتاج فيزا ولا مش محتاج فيزا على حسب باسبورك. معظم طبعا دولنا العربيه بتكون محتاجه انها فيزا، تقدر تقدم على الفيزا اونلاين لو انت معاك اقامه في دوله غربيه اوروبيه او امريكيه، اوروبيه او امريكا او استراليا او كندا. غير كده بتقدم على الفيزا، تقدر تقدم عليها اونلاين لو انت تحت 18 سنه او في 45 سنه. لو انت من 18 ل 45 لازم الفيزا تروح السفاره عن طريق شركه سياحه تاخد عليها الفيزا على الباسبور اللي هو الاستيكر اللي بيبقى مطبوع. غير كده بتقدر تاخدها ايه اونلاين. بس خلينا اوريك كده منظر ال ده كده شكله و ده كده شكل البحر. بصراحه البلد جميله يعني فيها ميكس زي ما قلنا قبل كده ما بين القاهره وما بين اسكندريه، ما بين اسكندريه ان انت على البحر والكورنيش، وما بين القاهره ان انت لازلت في العاصمه الكبيره الاساسيه بالمتاحف بالمساجد بالزحمه بالتنوع بكل حاجه طبعا بتاع العواصم يعني. طب اتكلمنا على الفيزا. لما تيجي تركيا طبعا زي اي بلد تانية ما ينصحش انك تغير عمله في المطار. لما تيجي تغير عمله الافضل طبعا انك ايه تغير العمله في من وسط البلد، لما تروح للبنوك او للصرافه للشركات اللي جوه تغير فيها عمله، لان طبعا في المطار بيبقى ايه ما بيديش احسن ريت للتغيير العمله. شرب الميه في من الحنفيات، يعني هم بيقولوا ان التركي امانه لشرب الماء من الحنفيات، لكن طبعا يعني الافضل طبعا لو انت رايح سياحه فالافضل انك تشتري الميه المعلبه، مش هتفرق كتير يعني وانت كم يوم اللي انت في البلد امان يعني. بالنسبه للاكل في تركيا، الاكل طبعا التركي معروف عالميا، الاكل التركي اكل رائع وجميل جدا. المطاعم التركيه طبعا عامله يعني سمعه عاليه جدا في كل مكان، فالمطاعم هنا موجوده ومتوفره في كل حته. بس منظر ال بس المنظر عامل ازاي ما شاء الله رائع.
انا عايز اخد صوره هنا بقى. معلش بقى يعني هو الفيديو ليكم انتوا بس انا عايز اخد صوره هنا. المطاعم زي ما قلنا موجوده في كل حته في كل مكان. الاسعار عامله ايه؟ الاسعار معقوله مش وحشه. يعني هو دلوقتي الدولار ب 30 ليره تركيه، انا بتكلم في شهر 5 2024 الدولار ب 30 ليره تركيه، في حين ان الدولار مثلا ب 60 جنيه مصري. فالاسعار ممكن تقول مثلا ايه، ده طبعا للعجل، مسار للعجل. طبعا افترض طبعا انا مش فيه شايفين طويل قد ايه، يعني انا ما اجيبش اخره من بدايته. يعني شايف الورد والجنيه شايفه. البلد بصراحه بتفكرني بالقاهره بس ميكس بقى، القاهره اسكندريه على الطابع الاوروبي. يعني النظافه بصراحه للاسف يعني عندنا احنا ما بنقدرش نحافظ على نظافه بلدنا بالمنظر ده، غير طبعا الجو اللي هو ايه يعني معتدل بصوره احسن. يعني مش الحر الشديد بتاعنا زي ما بيبقى احيانا عندنا حر شديد. ممكن الجو في مصر يعني معقول مش وحش يعني، بس هنا برضو كون ان هو ما بيبقاش حر قوي فده طبعا يعني مدي برضو ميزه للبلد، غير طبعا الخضار الطبيعي اللي بيبقى موجود غير البلاد الصحراويه اللي عندنا. كنا بنتكلم اسعار الاكل. الاكل التركي هو المطعم التركي مشهور اكتر العالمين باللي هو المشاوي، طبعا المشاوي التركيه. والاسعار يعني مثلا هنتكلم مثلا الوجبه، او خلينا نسهل بالارقام، يعني الحاجه اللي ب 100 جنيه في مصر مثلا هنا ممكن تلاقيها ب 150 ليرة مثلا يعني. ف هي شوية أغلى من مصر لكنها طبعا هي أرخص من أوروبا. وكون إن أنا جاي من إنجلترا فبحسب الاسترليني أو بتاعه بتاع الاسترليني فهي طبعا أرخص من الأسعار في إنجلترا. إنجلترا كده على أي حال من الأحوال هي بلد غالية يعني. ده في ناس هنا في الماية ده ولا إيه؟ أهو يلا يا عم منظر اسكندرية بالظبط. فالاسعار زي ما بقول لكم الاسعار حلو مش وحشه في تركيا، خاصه ايه اللي جه خلاص انت جاي سياحه بقى، انت اسبوع ولا الاسبوعين اللي انت جيهم سياحه فالاسعار تعتبر معقوله مش وحشه. دي كده نصايحي عن تركيا. طبعا اسطنبول هنا احنا ماشيين ده مش المكان اللي هو معروف بتاع السياح واللي الناس بيروحوا، عشان كده طول ما احنا ماشيين زي ما انتم شايفين في الفيديو مش هتلاقي السياح اكتر، لان السياح بتبقى في اماكن تانية ممكن هتلاقوها متصوره في باقي الفيديوهات على القناه. لكن دوت مكان يعني يعتبر اتراك اكتر من كله سياح بيجوا هنا. لكن انا صادفتني الاقدار يعني ان انا اجي هنا وقلت حبيت ان انا اصور لكم المكان الجميل ده. شكرا، واكتبوا لي لو عندكم اي اسئله عن تركيا في التعليقات وان شاء الله نجاوبها لكم. شكرا والسلام عليكم.